أعلنت الحكومة اليونانية عن 21 إجراء للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة على معيشة الأسر في البلاد وخلال خطابه السنوي حول السياسة الاقتصادية من معرض سالونيك الدولي تعهد رئيس الوزراء اليوناني بتقديم إعانة مالية ب250 يورو إلى أكثر من مليوني مواطن ديسمبر المقبل وإقرار زيادات في المعاشات التقاعدية والحد الأدنى للأجور ما يمثل تكلفة بخمسة ملايير ونصف مليار يورو سنزيد الحد الادنى للاجور العام المقبل وهو الارتفاع الثالث منذ بدايه العام الجاري بالاضافه الى رفع المعاشات التقاعدية للمرة الاولى منذ اندلاع الازمة المالية قبل اكثر من عقد نتعهد بتقديم إعانة بقيمة 250 يورو إلى 2.3 مليون مواطن ضعيف في ديسمبر المقبل، وزيادة بدل سكن الطلاب من 1000 يورو إلى 1500 يورو، وزيادة دعم وقود التدفئة إلى 300 مليون يورو، وتوسيع دعم الطاقة لتشمل 1.3 مليون أسرة أخرى.